نروح بقى ليه خبرين خفاف كده نختم بيهم جولتنا النهارده كده بسرعه. الخبر الاولاني، الداعيه السلفي اسامه القوسي النهارده عمل جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على موقع فيسبوك. ليه؟ هذا الرجل نشر تصريح لي تعليق على الالبوم الاخير بتاع الفنان محمد حماقي عمره ما يغيب. ايوه، هل انتقد؟ لا، ده راجل قال تعليق غايه في اللذاذه. هو عمل شير لواحده من اغاني الالبوم وهي اغنيه ما بلاش، وبعتها لابنه انس وقال له الاغنيه دي حلوه، انا معجب بيها يا انس. وقال له هذه اغنيه، بص بقى التعليق هو اللي فيه مشكله الحقيقه. قال لك هذه اغنيه معبره وجميله جدا، بصراحه دموعي كانت قريبه جدا، كاد قلبي ان يتمزق. طبعا المشكله انه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي هم بيطالبوا رجال الدين وما بقوش متطرفين سخروا جدا من اسامه القوسي، بغض النظر عن اتفاقك او اختلافك معاه، بغض النظر عن اللي عمله، لكن انت بتقول طول الوقت الشيوخ بيحرموا المزيكا ومش عارف ايه. ممكن يكون يا اخي هو عاوز شهره، لكن ممكن يكون بعت الاغنيه لابنه عادي، يعني عجبته يا اخي وبعتها لابنه. ممكن يكون راجل معتقد، ممكن اي حاجه، بس اتعرض لحمله من السخريه غير مقبوله على الاطلاق. في نفس الوقت حاجه تانية بقى، كارثه